لك يا هلا بك هل هلا لك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير يا هلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسيطلات حلوين بالدجاج، كيجيو رائعين ومقرمشين بدون استعمال ورق البسطيلة، بعجين سحري وساهل وناجح 100%. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير، وإلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله بلائحه المقادير. اول حاجه غناخذوا الدقيق، هنا عندي جوج سلايف ديال دقيق الفرس وزلافه ديال الفينو، كما قلنا عصبوا العجين ديال مسمن. هنا عندي ملحه، الملح دائما كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب كميه الدقيق اللي عملنا. غادي نضيف كذلك معلقه ديال الزيت، انا عملت هنا زيت نباتيه، اللي كيفضل زيت الزيتون يمكن له يعملها. واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه، وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه ديال الخل الابيض، وغادي ناخذ بطبيعه الحال الماء بارد اللي غادي نجمع به العجين. هنا بالنسبه لهذا العجين ما كنحتاجوش ندفيو الماء، كنجمع العجين ديالي مزيان. وهذه العجينه ما خصهاش تكون يعني جاريه بزاف وكتلصق، كما كتعرفوا عجين المسمن خصها تكون جا مع راسها وماشي قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه بزاف. انا غادي نجمع العجين ديالي بحال اللي شفتوا، نوضع العجين فوق سطح العمل، وغادي نبدا كندلك العجين ديالي. هي هكذا كما شفتوا معايا، ولا بد هذا العجين يكون مدلوك مزيان باش من نجيو نسرحوه يعني يجينا ساهل اننا نطلقوه ونورقوه بسهوله. بعد ما دلكت العجين غنوضعو هكذا في واحد الاناء، هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا. غنغطي العجين ديالي ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مزيان، وعاد ندوز نشكلها. بعد ما ارتاحت العجين خليتها انا هنا واحد نص ساعه. دابا غنبدا نشكلها كويرات على هذا الشكل هذا، وهاد الكويرات خصني نديرهم كبارين شويه، لحقاش كل كويره نخرج منها ثلاثه ديال البسيطلات. كما كتشوفوا معايا هنا شكلت واحد 6 ديال الكويرات، غادي نضغط عليهم واحد شويه ونخليهم يرتاحوا مزيان، وعاد ندوز نخدمهم. في هاد الاثناء غادي ندوز نوجد الحشوه ديالي. بالنسبه للحشوه خديت هنا 5 ديال البصيلات، شلطتهم هكذا رقاق ووضعتهم مباشره في الطنجره كما كتشوفوا معايا. غنحتاج كذلك جوج صدوره كبار ديال الدجاج، هنا اختاريت فقط صدر ديال الدجاج لحقاش الكمية البسيطلات ما عنديش كثيرة. الزيت انا عندي زيت مخلطة، زيت نباتية وزيت الزيتون. بالنسبة للعطرية عملت هنا سكينجبير واليبصار والخرقوم بلدي، غنضيف عليهم كذلك القرفة، واحد نصف ملعقة ديال القرفة، وغادي نضيف كذلك الملح. الملح دائما كيبقى على حسب الطوق، وغادي نضيف جوج ديال السنيفات ديال الثومه محكوكين. وضعت الطنجره ديالي فوق النار، غنخلي داك البصيله تشحر مع داك العطريه والسطوره ديال الدجاج. هنا من نجي نمرق الطنجره ديالي ما نمرقهاش بزاف، ما نعملش الماء كثير لحقاش كما كتعرفوا داك البصيله مازال غادي تطلق لي الماء، فاش نقليها ما تاخذش معايا وقت كثير. بعد ما تقلات لي الطنجره ديالي غادي نمرقها ونخلي تيطيب صدر الدجاج ونرجع معكم. بعد ما طاب الدجاج غادي نحيدو، نعملو في شي شبيكه نخليه كيقطر، ونخلي البصيله ديالي حتى تقلى على خاطرها،
وما يبقاش فيها داك الماء. كما كتشوفوا معايا الطنجرة ديالي مازال عندي فيها الماء، ولا بد انني نخلي البصلة تقلى مزيان. كنبدا كنحرك في البصلة ديالي هكذا كما كتشوفوا معايا. غنضيف كذلك المعدنوس اللي مقطع رقيق، واحد الكمية لا بأس بها من المعدنوس، ونخليه كيطيب مع داك البصيلة. ودائما تابع التحريك باش ما تحرقليش البصلة ديالي وتلصق لي في قاع الطنجرة. غنتابع هكا التحريك حتى تنشف لي البصيلة ديالي. غنضيف هنا جوج معالق ديال العسل، العسل العادي، وغادي نضيف كذلك ملعقتان ديال السكر الخشن او سنيدة، ونحاول نخلطهم مزيان مع داك البصيلة. نخلي داك السكر يذوب، ودائما كما قلت لكم كنتابع التحريك على هذه الطريقة، هذه ما نتوقفش على التحريك. وفي الاخير غادي نضيف البيض. هنا عندي 4 البيضات اللي طربتهم مزيان، غنضيفهم على الخليط، ونحاول انني نبقى نخلط مزيان داك البيض مع البصلة، ما نتوقفش على التحريك حتى يطيب البيض ديالي وينشف مزيان. وكنأكد انني نتابع التحريك حتى نحس باللي البيض ديالي نشف والخليط ديالي نشف تماما وتقلى لي وما بقاش فيه الماء. من بعد ما يطيب لي داك البيض مزيان، نعمل الخليط ديالي في واحد الكسكاس ولا في واحد الشبيكه، ونخليه حتى يقطر تماما من داك اليدام اللي كيبقى فيه. وندوز دابا نطلق العجين ديالي. دهنت سطح العمل بالزيت وبديت خديت الكويره الاولى، وبديت كنطلقها على هذه الطريقه. هذه نحاول انني نطلقها مزيان ما تبقاش غليطه. وهنا خديت واحد الخليط ديال الزيت والزبده اللي هو اللي غادي نورق به العجين ديالي باش يجيني مقرمش وما يجينيش معجن للداخل. غادي نستمر على هذه الطريقه، هذه خليكم معايا تتشوفوا كيفاش غنطوي العجين ديالي. بعد ما طلقت العجين مزيان، خديت داك الخليط اللي قلت لكم ديال الزيت والزبده اللي هو اللي غادي نورق به. نحاول ندهن هكذا سطح العجين كامل، وغادي نبدا كنطوي على هذا الشكل هذا. يعني غنوصل الطيه الاولى النصف ديال العجين، وعاوتاني كذلك الثانيه في النصف على هذه الطريقه هذه. وكل مره طويت العجين ندهنه بالخليط ديال الزبده والزيت، وكنولي كنتني المره الثانيه. تبعوا معايا باش تعرفوا الطريقه ديال طي العجين. هنا كنورق كذلك بالزيت والزبده، وكنبدا كنطوي على هذا الشكل هذا. يعني كنصنع مسمنه، يعني الشكل ديال مسمنات. صافي، بعد ما ساليت الكره الاولى غنوضعها على جانب، وناخذ بنفس الطريقه الكره الثانيه. هانتوما كيما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه اللي طلقت العجين الاول، غنطلق الكره الثانيه. نحاول انني نرققها مزيان، ودائما كندهن سطح العمل بالزيت باش ما تلصقش العجينه ديالي. نحاول نطلقها كذلك من الجوانب باش ما تجينيش غليظه بزاف وتجيني معجنه من الداخل. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنطلق العجين ديالي مزيان. كنورقو بالخليط ديال الزبده والزيت، ثم كنبدا نطوي الجوانب بهذه الطريقه هذه. وكل مره طويت العجين كنورق بالزبده والزيت، وكنعاود نطوي المره الثانيه باش كيجيوني داك الطبقات مورقين. كنحاول نبسط شي شويش العجين ديالي، وندهن كذلك المره الثانيه، ونبدا كنلوي الطريقه اللي كنلويو بها المسمنات على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا الطريقه هي سهله بزاف، تبعوا معايا المراحل وان شاء الله غتنجح معكم. صافي، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كما كيجي كيفاش كيجيو. انا غنكمل العجين كامل ونرجع معكم. بعد ما كملت هذه هي الحشوه
بعد ما قطرتها مزيان في شبيكه كتجي ناشفه ومضغمره على هذا الشكل هذا. سطر ديال الدجاج انا فتتو هكذا رقيق. دابا غادي ناخذ داك الخليط ديال البصل وغادي نضيفو على الدجاج ديالي. نحاول انني ندمج هاد العناصر كامله، يعني الخليط البصله مع المعدنوس والبيض اللي جات مضغمره صدقوني كتجي لذيذه بزاف. غادي نخلطها مع الدجاج، يعني الحشوه نخلطها في خطره وعاد نبدا كنعمر بها. هنا البصله راها بارده عندي مزيان وكذلك الدجاج عندي بارد. كنخلي دائما الحشوه حتى كتبرد مزيان وعاد كندوز نعمر بها. فهاد الوقت اللي انا كنت كنتسنى البصله ديالي تنشف وكذلك حضرت داك الدجاج، العجينه ترخت معايا بزاف حيت كنت ديجا صوبتها شكلتها معكم هكذاك على شكل مسمنات، يعني ترخات لي بزاف كتر من القياس، ولكن ماشي مشكل. غادي ناخد واحد المسمنه من هذوك اللي صوبت وغنحاول نقسمها على ثلاثة. كما كتشوفوا معايا هي ترخات بزاف، غنقسمها على ثلاثة. نتوما حاولوا حتى تقرب توجد لكم الحشوه عاد تشكلوا هاد المسمنات هادو، ولاني ماشي مشكل ما ضارينش. صافي غادي نبدا كنطلق العجين ديالي هكا بشكل دائري. خديت هنا واحد الطبسيل صغير اللي هو اللي غنشكل فيه البسيطلات ديالي. دهنته بالخليط ديال الزبده والزيت. غادي نوضع العجين على الطبسيل ديالي، ناخذ واحد الطبسيل صغير حيت انا حاجتي بالبسيطلات يكونوا صغارين يعني بحجم صغير. غناخذ ملعقه ونعمل الحشوه في الوسط على هذه الطريقه. هذه الحشوه قلنا ديجا عندي مخلطه، وغنبدا كنجمع الجوانب بهذه الطريقه ونحاول نجمعهم وانا كنضغط عليهم باش تحاول تلتصق لي داك العجين مع بعضها وما تحليش فاش نكون كنطيبهم في الفران. نجمع داك العجين هكذا مزيان ونضغط عليها واحد الشويه باش تاخذ لي شكل دائري. وصافي هي البسيطله ديالي واجده كما كتشوفوا معايا، بسيطلات اللي هما صغار كيجيو زويونين بزاف وشكلهم رائع. غنوضع البسيطله ديالي مباشره فوق الصينيه او البلاطو اللي غندخل الفران بعد ما دهنتو بشويه ديال الزيت. ويمكن لكم هنا توضعوا يعني بابي كويسون. غنعاون نشكل معكم وحده ثانيه. كما قلنا كناخذ داك الكويره او داك الطرف، قلنا هنا كل مسمنه قسمتها على ثلاثه كنعملها على شكل دائري كنوضعها هكذا في الطبسيل. نحاول نقادها. وضع هنا واحد الكميه من الحشوه اللي فيها خلاص البصل والدجاج ديالي، ونبدا كنجمع الاطراف بهذه الطريقه. هذه انا كنجمع وانا كنضغط على العجين باش يحاول داك العجين يلتصق مع بعضو وما يتحليش. كنجمع الجوانب مزيان ومن بعد كنضغط عليها شويه باش تاخذ الشكل الدائري ديال الطبسيل. وها هي البسيطله ديالي واجده. من بعد ما كملت تشكيل البساطل ديالي كاملين، خديت هنا الخليط ديال البيض عملت معاه شويش ديال الخل باش يحيد داك الزفوره ديال البيض، وبديت كندهن البساطل ديالي من الوجه هكذا باش يعطوني داك اللون الذهبي ويجيوني محمرين. هنا واحد النقيطه كحل يبانوا لكم فوق العجين، هذاك هي السانوج طار لي شويه في البيض ماشي مشكل. غنكمل انا الدهن ديال البساطل ديالي كاملين من الوجه ديالهم. في هذا الاثناء انا عندي الفران مسخن على 200 درجه. غنخلي الفران ديالي يسخن مزيان وعاد ندخل البسيطلات ديالي يطيبوا. مي غادي نحس بهم يعني نتفخوا وداك العجين بدات كطيب، غادي نقص الفران على 180 درجه باش يطيبوا على خاطرهم يجوني مقرمشين وفي نفس الوقت يدخل الطياب من الداخل ما يجيونيش معجنين من الداخل. ونعاود نشعل لهم من الفوق باش يتحمروا ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. زينتهم فقط بالطريقة التقليدية المعتادة، يعني عملت في الوجه السكر ثقيل وهكذا زينتهم بالخطوط ديال القرفة. جاو زويونين بزاف وبنان ولذادين وما خداوش معايا وقت كتير بطريقة اللي هي سهلة. وهكذا إذا ما كانتش عندكم ورقة البسطيلة يمكن لكم تستغنوا عليها وتعملوا فقط العجين السحري ديال المسمن. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من اللايك وبتعليقاتكم الزوينه، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله.
من بعد ما خرجت البصيطلات ديالي من الفران كيجيو هكذا محمرين ومقرمشين وطيبين من الداخل، صدقوني كيجيو بحال راهم صوبين بالورقة البسطيلة، وهما فقط بالعجين السحري ديال المسمن. غادي ندوز نزينهم، ودابا ما بقى لي الا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.